الكريملين يرد على انتقادات قاديروف على أداء الجيش الروسي. البحرية الأمريكية تعترف لدينا فيديوهات لأجسام طائرة واكتشاف قوالب لجبن الحلوم من أيام الفراعنة في مصر. هذه الأخبار وغيرها نقلها لكم من قناة العربية. أهلا بكم. بعد انتقادات وجهها الزعيم الشيشاني رمضان قاديروف لأداء قادة الجيش الروسي إثر تقدم نظيره الأوكراني في خاركيف، قال الناطق باسم الكريملين إن الرئيس بوتين مطلع على تقارير الوضع العسكري في شرق أوكرانيا. الكريملين شدد في تصريحاته أيضا على أن العملية الروسية في الأراضي الأوكرانية ستستمر حتى تحقيق الأهداف المحددة منذ البداية، فيما كانت صحيفة الغارديان نقلت عن قاديروف قوله إن بوتين قد لا يكون على علم بوضع قواته في الميدان، قائلا حينها إنه سيضطر للاتصال به إذا لم يتم تدارك أخطاء الجيش الروسي. في اعترافات اعتبرها الكثيرون صادمة، كشف متحدث باسم البحرية الأمريكية أن البحرية لديها المزيد من مقاطع الفيديو للأجسام الطائرة المجهولة. المتحدث الذي لم يكشف عن اسمه أكد أن البحرية الأمريكية تحتفظ بمقاطع فيديو غير مرئية لأجسام طائرة مجهولة الهوية، أو كما تسميها وزارة الدفاع الأمريكية بظواهر جوية مجهولة، مشيرا إلى أن البحرية لن تنشر هذه اللقطات علنا لأنها ستضر بالأمن القومي. فيما يأتي هذا الاعتراف ردا على طلب قانون حرية المعلومات والذي قدمه موقع الشفافية الحكومي في أمريكا. إلى مصر هذه المرة، حيث عثرت البعثة الأثرية على مجموعة من الأواني الفخارية التي تتزين بكتابات باللغة المصرية القديمة وتعطي لمحة عما كان عليه النظام الغذائي للمصريين القدماء. الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار مصطفى وزيري أوضح في بيان أنه هذه الأواني احتضنت مجموعة من قوالب الجبن الأبيض، ومشيرا إلى أن المصري القديم كان يطلق على الجبن الأبيض اسم حرم، والذي تغير خلال العصور القبطية إلى كلمة حلوم. وأضاف وزيري أن هناك مجموعة أخرى من الأواني المغلقة التي ستقوم البعثة بفتحها خلال الفترة القادمة لمعرفة أسرارها. بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية قبل أيام، ارتفعت نسبة مشاهدة مسلسل The Crown أو التاج على شبكة نتفليكس بنسبة 800%، وهي نسبة غير مسبوقة على الإطلاق في تاريخ هذه المنصة. المسلسل المكون من 5 أجزاء يتناول حياة العائلة المالكة البريطانية ويركز على حقبة الأميرة ديانا بما فيها من خلافات مع العائلة المالكة، فيما يتم تصوير الجزء 6 حاليا من The Crown. وقد أعلن صناع العمل عن إيقاف في التصوير بشكل مبدئي حدادا على الملكة بعد وفاتها. وفي خبرنا الأخير، أفادت صحيفة وول ستريت جورنال بأن الحكومة الهولندية أطلقت حملة لتقليص مدة الاستحمام ل5 دقائق فقط بهدف توفير الطاقة. وفيما تشير التقارير إلى أن معدل الاستحمام في هذا البلد الأوروبي يصل إلى 9 دقائق، أعلنت السلطات عن توزيع جهاز توقيت رملي مدته 5 دقائق لتشجيع الناس على أن يستحموا بهذه المدة فقط لتحفيزهم على توفير المياه الساخنة وتجنب ارتفاع قيمة فواتير الكهرباء، إضافة إلى المساعدة في الحفاظ على احتياطيات الطاقة بعد قطع روسيا لإمدادات الغاز عن أوروبا.